والجوتسو في البحرين ايضا موجود، الامميه موجود في مصر بالاردن والجوتسو. شو الفرقه بين الشباب احمد امير انت يعني بما انك عايش معاهم هنا دلوقتي؟ بقى في المشكله ما يكون في ان الشباب في اي حته في العالم ما فيش تارجت وهدف تجعلهم ان هم يعملوا حاجه كويسه في الحياه او يكون انسان منتج لنفسه ومجتمعه، بينتج ان الانسان بيفسد. يقول لك نفسك اللي انت شغالها بالحق شغلتك بالباطل. صحيح، والنفس اماره بالسوء صراحه. فالشباب لما يكون في رياضه وشيء زي كده والقاده يهتموا، يعني ما شاء الله الشيخ خالد والشيخ ناصر، سمو الشيخ خالد وسمو الشيخ ناصر مهتمين جدا بالمجال الرياضي، وده اللي طور الرياضه بالبحرين، ان هم مهتمين بالامر ده كويس جدا، وده وصل ان الشباب بقى فيه عشق للرياضة وفي تطوير في الأسلوب. الأول كان لو خلاص تعرف يلا بينا نتهاوش برا، الحين خلاص الرياضة بتعلم بتحاسب النفس. اختلف الموضوع ده على فكرة، ده بيأثر على الدولة نفسها في حتة الجرائم والمشاكل وانحراف الشباب، ان هو ينشغل بالشيء الرياضي، ده حاجه عظيمه جدا، وبالاخص الرياضات القتاليه بتهذب. وايضا اقتصاديا يعني صار في انديه بالبحرين، اقتصاديا طبعا انديه مصارعه صار العالم، يعني هناك تاثير ايجابي اجتماعي وتاثير اقتصادي في انديه، في ناس فتحت ماركات ملابس، في ناس صارت مدربين شخصيين اكثر، مدربين فنون قتال. ده حقيقي بتفتح سوق العمل في حاجه زي كده، وده شيء لطيف. الان هذا اللاعب البحريني ايضا متواجد، هذا اللاعب اسف البلغاري ايفان راح يلعب مع اللاعب محمد من مملكة البحرين. بالتوفيق للاعبنا من البحرين. يدخل اللاعب البلغاري ايفان، ثاني لعيب من عندنا دلوقتي ان شاء الله فوز باذن الله. محمد لاعب صاعد من اللعيبه الاقوياء جدا جدا، ودي اول مشاركه ليه في بطوله الاي ام اف اعتقد، فان شاء الله نتمنى له كل الفوز ويحقق انجاز. مستعجل اللاعب طبيعي محمد. بيبقى دايما في اول لحظات كده فيها حماس وفيها شيء من التوتر. انا حاسك انت متوتر. انا متوتر بصراحه. لان في اثنين لعيبه من عندنا بيلعبوا في نفس الوقت. النتيجه لسه ما اعلنت على السياج على القفص الاخر. توفيق. يدخل الان اللاعب لاعب مملكه البحرين محمد الساميه ويقرا الفاتحه. نتمنى التوفيق لابن مملكه البحرين، توفيق لبطلنا من فريق اتش كي من البحرين، وتوفيق لكل ابطال العرب. شوف هناك تعليمات من الحكم النهائي، ممنوع الكوع، يشير الى اللاعب محمد بالاحمر واللاعب ايفان بالازرق. السلام في البدايه، حلوه ركله سريعه من محمد. من محمد لوكيت هذه بتاثر مرات البدايه، انه يعني بتفتح طبعاً المفتاح ان اللاعب انه انا موجود. حلو ولا جود تايمينج، التايمينج عظيم في التداوم، بس ما كملوش محمد. حلوه اخذ التريب، كمل على التريب يا ابو جاسم. حلوه الله محمد الله. ما شاء الله حلوه هذا، ما شاء الله لعيب قوي جدا جسديا، حتى صغير السن صغير السن ايضا. وضعيه جيده، وضعيه حلوه صراحه. حلوه محمد الان يجب عليه شوي انه عمل تويست، ومحتاج بريشر اكتر من كده علشان ما اللعيب الثاني شكله فيه اكسبلوسيف بار، قوه انفجاريه، فبيقدر يتحرك سريع شويه. الان يجب عليه محمد شوي انه يثبت. ايوه راس اللاعب ايفان هو عشان يفك الضربه، يوم تمسك الراس يفك الضربه. خد الظهر، محتاج دلوقتي ياخد الظهر. ايوه مظبوط، حلوه من هذه الوضعيه. شوف محتاج كابتن اكتر ان هو يعمل كنترول للوسط لخصر اللعيب علشان يقدر يتحكم فيه اكتر، لانه ما يعني حتى اليد اليمنى للاعب الان ما فيها قوه، ما فيهاش اي قوه، يد واحده ما في. يجب عليه شوي انه يسيطر على الجسم الخصر، لانه قوة من هذه الوضعيه صحيح الخصر. هو ميزته دلوقتي انه هو بيستخدم الخصر، دي الميزه الوحيده، فانت محتاج تضمن له الميزه دي وتحاربه عليها. ويطلع راسه شوي محمد، يجب عليه انه يطلع الراس، يعني يخرج الراس من هذا الوضع، لان الوضعيه مواتيه انه يطلع راسه محمد. محتاج يا اما كروس فيس على الراس، يا اما من الخصر يمسك كويس. دول التو اوبشنز الوحيده اللي تعمل بيهم كنترول عشان تقدر تستخدم اليد الثانيه. الله طلع حلو عظيم، طلع حلو الان. الجراند امباوند او ياخذ الهوك،
لا محمد صراحة استعجل شوي فيها. قلة خبرة برضو أحيانا بتأثر كده. الآن في 30 محتاج دلوقتي يقف على رجله ويدس ويزق الراس عشان يكون حرف الفي يعني حرف الفي عشان ما يكون هناك ضغط على الراس. يلا يا ابو جاسم حلوه عظيم عظيم من ابو حلوة جاسم محمد. حلوه محمد الان الجراند باوند هو الحل. محتاج دلوقتي بريد يتنفس ويطلع بجراند باوند ضربتين وينزل تاني يتنفس, هو ده الحل الوحيد علشان يقدر كنترول في البار وفي نفس الوقت يكون اكتف اكتر من كده امام الحاكم, ولكن يكون حريص من الارم بار. اللعيب الثاني لو حضرتك شايف كابتن الرجل رجل على الخصر بالظبط, فهو بشكله بيسعى الى الارم بار, فانت محتاج تعمل هولدنج للخصر كويس جدا. حلوة طبعا, الله حلوه جدا. سامعين طبعا في الكورنر كابتن يوسف الكويجي واظن الدر الدروف ايضا موجود, والدر خلص المباراه هناك ورجع برضه ان هو يسبورت لان في مباراتين في نفس الوقت صعبة عندك. خلصنا الناحية الثانية بس تقريبا لم يحالف الحظ اللاعب معماري. الجولة الأولى تنتهي, الجولة انتهت بفوز أعتقد البحريني من وجهة نظري. يبدو في وجه اللاعب البلغاري يا كابتن صح؟ البلغاري في شيء من القلق والخوف لانه صراحه يعني حل اسقاطات كان جميله حتى شوف هروب اللي هروبه من الجيلاتين جيد صراحه. الجيلاتين من الحركات يعني اذا صح التعبير القويه وانا اكرهها قبيحه من الهروب من الجيلاتين مؤثره جدا مؤثره جداً تحس انه يعني تطلع روحك حقيقي للاسف. سيطر الان شوف الان فارق التعليمات من إلدر ومن يوسف الكوهجي تفرق جدا جدا طبعا. التعليمات هي اللي بتاثر التعليمات في تغيير الفايت طبعا. هذه التعليمات الان هي اللي اشوف تاثيرها على اللاعب محمد, وان شاء الله يكون هناك تاثير ايجابي لها ونرى ايضا فرحه بحرينيه عربيه على القفص الرئيسي. هنا البدايه هدوء مطلوب من اللعيب البحريني ان هو بريشر اكتر من كده ويكون حريص, مش مطلوب ان هو يلعب سترايك لان هو كويس جدا في الجرابلينج واللعيب اللي قصاده. ايوه هو ده المطلوب, هاي الفرصه الان, هذا الصح, هي الفرصه, هو ده المظبوط. الان الكوع اليمين هو الحل على وجه الكوع اليمين بالظبط كابتن, والماونت كمان سهل جدا يطلع ماونت. بس شوف نفس الغلطه في الجوله الاولى, وانا ما احب الهاف جارد والسايد كنترول احسن من بالاميمي صح. احس الماونت خطير تقدر ما في بالانس ما في بالانس صحيح. محتاج تريب اوت سايد من الناحيه الثانيه بالضبط العكس, لو رجله دي جت تريب اوت سايد بسهوله تطيح. حلوه الدفاعات جيده اظن الان اللاعب البلغاري ايضا اجهد ايفان اجهد جدا يعني خلاص البطاريه هو مش لعيب جرابلينج فابتدى يجهد محتوب. حلوه الهوك حلوه يا محمد. مطلوب منك دلوقتي هولدنج وبوكس بعض البوكس وبعد كده تبتدي تتجه الى السبمشن لان البوكس يفتح لك مجال بالظبط. هو الفيك هو الفيك للتاديه التكنيك للرينيك تشو ينجح ابن مملكة البحرين والبحرينيين مرة أخرى ترفع راية البحرين هنا في القفص الرئيسي. ومعي لاعب فريق أيضا كيتش كي أحمد أمير فرحان وهذا يوسف الكوهجي أيضا نبارك له ونبارك لأنفسنا على هذا الفوز الرائع ابن مملكة البحرين يسعدنا وكما أسعد المملكة. حلوة توفيق لكل الابطال العرب, الواحد يبقى سعيد جدا لما يبتدي يشوف ابطال صحيح. العرب بيفوزوا ده شيء بيبسط الانسان جدا. الف مبروك لبطلنا حمود, انت وجه الخير اليوم. ايضا عندنا بحريني اخر الحمد لله منصور منصور موجود مع اللاعب جورج انطونيو لوبيز. عايز كابتن توفيق للابطال توفيق لحمود محمد